صباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي موقع وجريدة أهل مصر في كل مكان، مع حضراتكم من محافظة الشرقية. احنا موجودين في قرية الريت الرزناء التابعة لمدينة الزقازيق، ليلة 27 رمضان. شهدت قرية الريت الرزناء واقعة مأساوية راح ضحيتها شاب عنده 21 سنة، اتقتل على ايد مسجل خطر أعلى كوبري هريت رزنة. الشاب كل مشكلته مع الشاب اللي قتله إن هو كان بيحاول يمنعه إن هو يتاجر في المخدرات، وبسبب إن هو طبعا بيروج المخدرات للشباب داخل قريته، فهو حاول إن هو يتكلم معاه إن هو يبطل الترويج للمخدرات في المنطقة، لكن طبعا الشاب ما سمعلوش واتربص له وقتلوا بطلق خرطوش ليلة القدر أو ليلة 27 رمضان. احنا موجودين دلوقتي في منزل أسرة الشاب، هيحكوا لنا تفاصيل الواقعة بالظبط وإيه اللي حصل مع بلال الله يرحمه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا حبيبتي، وربنا يصبر قلبك يا رب. الله يخليك، الله يخليك. ايه اللي حصل لبلال؟ يعني احكي لنا التفاصيل، ايه سبب ان هو الشاب اللي هو مسجل خطر ده قتله؟ هل كان في مثلا خلافات سابقه ولا هي كانت وقعت بس المخدرات؟ لا لا لا، هو ما يعرفوش، هو ما يعرفوش، احكي لنا الخبر وصلك ازاي؟ هو يعرفه كده ايه، معرفة سطحية يعني. من نفس البلد عندكم؟ اه، هو من شارع وادي النيل، فكان قبل كده حصل مشاجرة بينهم وهو قاعدين على القهوة، فبلال بيقول له انت لو ما بطلتش مخدرات انا هروح اقول للحكومة، هقول للضباط. يعني هو بيحاول يمنعه بس بيخوفه بكلام كده اه ان انت اه لو مش بطلت وكده هن ايوه، هو مش بيأذي حد، هو مش مش بيأذي بيأذي حد حد، ولا هو بس عاوز اللي هو الشاب ده ان يطلعه هو من اللي هو يبطل. فيه. اه، يطلعه من اللي انت بتعمله ده. اه، طب بيبقى ليه زعلان قال اول، لنا، طب جه قال بيبقى لنا، زعلان اول لما حد من صحابه يتاجر في جه المخدرات او قال حد لنا من ده صحابه، شاب زي العسل بقى زعلان وحرام، عليه خالص. حرام اللي يخش الحبس. اه يعني هو كان خايف عليه، اه والله، كان خايف اه عليه ان والله، هو مثلا يتسجن او يجرى له حاجه عشان هو اه، بيروج للمخدرات في عيل لسه المنطقه. صغير برضو ده، اه بيقولوا عنده 20 20 سنة سنة. طب هو مش كان عارف ان بلال كان خايف عليه او كان ان هو بيدفعه للطريق الصح؟ كل الشيطان الشاب ده. بقى بيحسبها بدماغه، الشيطان، طب الشيطان. والكلام اللي وصل لكم ايه؟ يعني بلال كان بيقول له ايه علشان ان هو يسيب الطريق ده؟ ما يعني قالوش حاجة، كان في مثلا شهود عيان مثلا عن الواقع قال لكم مثلا ده هو بلال حاول ان هو يتكلم معاه عشان يسيب الطريق ده مثلا، قال له ايه او كده؟ فكان رد فعل التاني ايه؟ والله هو ده اللي انا عرفته، ان بلال، هو بلال كان حكي لنا اه ان هو بيقول له امنع المخدرات، تمام. ف هو ما كانش محدد اسمه، هو كان بيقول في واحد صاحبي بقى في واحد شارع وادي صاحبي في النيل شارع وادي مش النيل عارف اتوبه، مش عارف اتوبه، لدرجة ان يعني انا هو قلت كان له بيقول انا مش وصعبان هتوبه. عليا اه انا هو وصعبان خايف عليا، عليه، الحكومة هتاخده حرام وبتاع. يخش يتحبس، جدع عنده 20 سنة وجدع قلت اقول لك كويس ماليش حلو. دعوة بحد، اقول لهم اصحاب، هم بقيت عرفت اقول له اصحاب. حبيبي مشينا دعوة الله يسهله. طب اهله فين؟ طالما اهله قابلين عليه كده وسايبينه كده يبقى احنا مشينا فيه. يقول لي هو طب معرفته خلاص ببعض يا كانت ماما. معرفة صداقة ولا كان عادي؟ لا لا، لا كان صاحب عادي، صاحبه، هو كان صاحب صاحب واحد، صاحبه صاحب مش صاحبه، صاحبه، هو مش صاحب بلال خالص، تمام. هو صاحب صاحبه. الخبر وصل لكم امتى وازاي؟ بعد الفطار كنا راح اعمل كحك وبسكوت، وقلت البنت اقعدي في الفرن قبل ما اوصل عند السكر، وقلت اخش ايه الحمام، اروح ياخد اخش الحمام. قالت لي طب يا ماما، في دوب دخلت لقيت ابوه نعمل قهوه بميدو، قال لي اه. داخله لسه بعمل قهوه لقيته في التليفون بيصور، ابني فين ابني فين ابني فين، بقول له في ايه؟ قال لي اصبر ما اعرف انا اشوف في ايه. ما صبرتش، خدت تليفوني وبرن على ابني اشوفه في ايه، لقيت واحد بيرد عليا وبيقول لي انت مين يا حاجه؟ قلت له انا ام بلال. فين بلال؟ قال لي بلال واقع في الارض عامل حادثه وعايز اللي يجي يوديه المستشفى. ما رضيش يقول، مرضيش يقول لي. بعد كده رحنا جرينا لقينا ابني نايم في الارض،
والناس كلها حوالين منه والاسعاف واقف، ما شالوش الاسعاف لما احنا رحنا وانا في قلب الاسعاف. بقول له يعني ابني مات؟ قال لي يا حاج ابنك مضروب الخرطوش في قلبه، يضرب بالنار ان هو يقتل. غير ابني قبل كده ضرب 2 برضو بالنار. احنا عايزين نعرف هو قتل 2 قبل كده؟ 2 مش قتلهم، ضرب عليهم نار ومتعورين مصابين، واحد في رجله والتاني مش عارفه يصابه في ايه. فده نيته يمشي يقتل في الناس. ان شاء الله حققها باذن الله. حضراتكم بتطلبوا ايه؟ بالاعدام، زي ما انحرق قلبي على ابني ام انحرق قلبها عليه. ان شاء الله بس يا رب الحق جاي النبي يجي حقك يا ابني، ربنا يبعت له حق ان شاء الله يا رب يا رب. يعني زي ما حضراتكم سمعتوا معانا مشاهدي ومتابعي موقع وكاله اهل مصر، حق جاي الاذان يا رب. النبي يا رب زي ما قطمت وسطي ترجع، والنبي يا رب زي ما قطمت وسطي تجيب حقه يا رب يا رب يا رب، هات حقه بحق الاذان بتاعك يا رب، بحق الاذان بتاعك، ما تسيبه كده ابدا ضايع. والنبي والنبي يا رب أمان عليك يا رب، ما تسيب حقه ضايع من سبع الناس دي يا رب. والنبي يا رب تقف معاه، والنبي يا رب تقف معاه. هو عامة لو اتقطع 100 حتة برضو قلبنا مش هيبقى. ربنا يصبر قلبكم يا رب يا رب. احنا بنطالب القضاء، بس بنطالب القضاء ان هو يجيب حق ابنه، لان لو طلع الشارع العيل دوت بعد 5 سنين بعد 7 سنين اهل بلال مش هيسيبوه خالص. فيبقى كده الحكومه تريحنا منه، لان اهل بلال مش هيسيبوه. يبقى الحكومه لو